انا جسمي بيجي وعارف ان ناس كتير شايفه ان انا ممكن اجزع بسهوله، بس انا بالذات الفتره دي في فايت نيوز كده قريبه، بس مش هتكلم عن اي حاجه. اه بس حاجه ستيل ستاتس اوف ماي كارير يعني، حاجه مش في مصر. بس ف I'm bringing something يعني it's putting fire under my ass. انا طول عمري بتمرن، ما كانش عندي ماتشات، ما كانش عندي اساسا كاليبر ان انا كومبيت معاهم، ودايما ببيل لايك ذا بيست فيرجن اوف ماي سيلف. فطبعا دلوقتي جاي لي فرصه جامده قوي، ف it's motivating me. فانا عايز اوصل لمرحله ان انا يعني حتى جبت الهارت ريت مونتر، انا ما فيش تمرينه بطلع اقل من 199 يعني من 195 ل 199 هارت بيتس بير مينت. انا عايز اكسر ال 200 في التمرين، عايز اكسرها عشان انت ساعات في الماتش اوفر هيت طبعا. في فايت اصلا 250 260 ارقام كده غريبه بس اه طبعا. لان في بوكسر بيوصلوا 400 والله. انت فاكر ان في بوكسرز بتموت مع البلاد فلويد؟ انت شفت احنا اتكلمنا كنا في حته موضوع الشهر ونص في كلير ماتش في تو فايترز بوكسرز. ما انا كنت بكلمه في النقطه دي، عايز اقول ازاي اخشم لعبه هي ام ام اي يعني، اخشم في الفايت نفسه. لا هي مش اخطر، لا هي بس اخطر هي البوكس، لان البوكس على المدى ال 12 راوند بالذات على المدى البعيد جاي مع المدى البعيد اصلا، وضربه بتاع بتبقى على انا بتمرن في بوكسنج اورينتد جيم، بعمل دماغ كتير قوي في التمرين قوي يعني، بطلع اللي هو مهني والله العظيم. لا بطلع انا اصلا جربتها والله، انت بتطلع في حاجات ديزي كتير، انت بتشتكي ديزي؟ لا هو ما بقاش ان انا ببقى دايخ. لا ديزي دي مشكله، دي ساعتها فيها كونكشن، ديزي وترجيلي فيها كونكشن. انا بطلع اللي هو حاسس ان انا ايه مخي عامل دماغ. ما هو انا بتكلم فايبريشن كده، قلت لك كام حاجه بس صراحه بتقلب مود حلو مش قادر اتوقع بصراحه، مش هضحك عليك.